بسم الله، كل ما المشروع بيتطور الموديل بيتطور وبيزود درجة تفاصيل ودرجة معلومات أكتر. فزي ما احنا شايفين ده من الكود البريطاني BS1192. بنبدأ كل شوية بنطور المعلومات بتاعت المشروع. تمام، أولا بنقعد مع المالك نعرف منه ايه اللي هو عايزه Employer Information Requirement، وبعد كده بنعمل Payment Extension Plan، في واحدة قبل العقد وفي واحدة بعد العقد، وبنعمل ماستر انفورميشن ديليفري بلان، ودي بتدخل جوه البيم اكسشن بلان. بنقول ان احنا كل مرحله من المراحل هنبدا نحط درجه معينه من درجات التفصيل، يعني مثلا في البريف ما فيش اي تفصيل خالص، في مرحله الكونسبت بنبدا نزود، ديفينيشن الديزاين بنبدا نزود، نبدا نعمل الموديل، البيلد كوميشن، الهاند اوفر المفروض نكون خلصنا المشروع ونسلم المشروع، واثناء التشغيل بيبقى فيه موديل اسمه اسيت انفورميشن موديل، ده بيبقى فيه الدوكيومنتيشن وفيه النون جرافيك داتا وفيه جرافيك داتا، وده اللي بيبقى مسؤول عن الاوبريشن. فكل مرحله من مراحل المشروع بنبدا نزود درجه التفاصيل في المشروع بالشكل دوت. البيلدنج اهوت، وبيبقى فيه درجه تفصيل معينه، وبعد كده بتزيد تفضل تزيد معانا لحد ما ينتهي المشروع يكون معانا الموديل كامل. في الاول بيبقى ممكن فكره معينه، وبعد كده بيبدا يحط درجه تفاصيل معينه، لو المالك وافق عليها بنبدا ننتقل لدرجه افضل ونحط معلومات اكتر، لو مفيش عليها بنعدي حسب ما هو عايز، وبعد كده بنتنقل لدرجه تفصيل اكتر. فممكن في الاول بيبقى له دي 100، ممكن ما يبقاش فيه رسومات، بيبقى مجرد بس كونسبت فكره، وبعد كده في 200 بنعمل سكيماتيك وبنبدا شغل بسيط جدا وبنزود طول ما احنا شغالين في المشروع. الكود الامريكي بيسميه ال او دي 100، ال او دي 200، 300، 350، 400. البريطاني بيسميه ال او دي 1 2 3 4 5، وفي اكواد كتيره مختلفه. تمام، يعني الاسم نفسه بيختلف، يعني في شركه فيكو بيسميه موديل بروجريشن سبيسيفيكيشن، الاي اي اي بيسميه موديل اليمنت تيبل، اليو اس اي سي اي بيسميه مينيمم موديل ماتريكس او ام 3، في فيترين بتسميه في اي اوبجكت اليمنت ماتريكس، النت سبيك بيسميه بيم اوبجكت اليمنت ماتريكس، وحتى الكود البريطاني بنلاقي فيه اسماء مختلفه، وفي اكواد بتكتبه مثلا ليفل اوف موديل ديفينيشن. تمام، متذكر في البي اس 1092 الجزء الخامس 12 مره، وفي ليفل اوف ديفينيشن تمام ذكر مره واحده في الكود بي اس 1092 الجزء الخامس، ليفل اوف موديل ديتيل ذكر 6 مرات في البي اس 1092 الجزء الخامس، ليفل اوف ديتيل ذكر 15 مره في الاي اي ار تمبليت، والبي اس 1092 الجزء الثاني ذكر 14 مره، البي اس 1092 الجزء الخامس ذكر 7 مرات، الار اي بي اي بلان اوف وركس ذكر مره واحده ليفل اوف ديتيل. فنعتقد ان ده اكتر حاجه مكتوبه في الاكواد البريطانيه، فممكن نعتمد ان هو ليفل اوف ديتيل، وفي ليفل اوف موديل انفورميشن وليفل اوف انفورميشن ديتيل. دي ال RIBA بلان في مراحل المشروع. فبكون في المرحلة الأولى المطلوب مني بس الوثيقة المطلوبة ال AIR، احنا لسه بنفكر لسه بنحط الخطة، فمطلوب مني بس ان انا اعمل ال AIR Asset Information Requirement، وبعد كده Preparing and Brief بعمل AIR، وبعد كده لما اتنقل المرحلة التالية Concept Design بنعمل Post Contract للديزاين تيم، وبعد كده ديفلوب الديزاين بيبقى شغالين برضو بالبوست كونتراكت، وبيفضل طبعا معانا شغال طول المشروع. تمام، لحد ما بنعمل هاند اوفر ونسلم المشروع، فبيبقى عندي اسيت انفورميشن ريكويرمنت، دي الورقه اللي هي المطلوبه عشان نعرف ايه اللي مطلوب مننا عشان نشغل المبنى. تمام، وفي بعض التاسكات خاصه بكل مهمه من المهمات، نشوف هنا افضل. هنا في البريف بيطلب مني اعمل بيم جريدنج اند ار او اي ريفيو، عايز اعرف العاده الاسمار هيبقى قد ايه، المانجمنت بعمل ازاي، الاستراتيجي احنا لسه ما حطيناش كونسبت، فمجرد بس نبقى عارفين الفكره بتاعت المشروع، والحاجات دي هتفيدنا طول ما احنا شغالين في المشروع. ما ينفعش ان انا اجي في اخر مشروع واقول اه ده انا عايز اعمل ملف كوبي، طب ده انا عايز اعمل ملف اللي يفيد في مثلا تشغيل مبنى، لا لازم الاول خالص اكون عارف ايه اللي انا عايزه. في مرحله الكونسبت بقعد مع المالك واعرف ايه اللي هو عايزه بالظبط،
بنعمل employer information requirement، بنعمل integration، نبدأ نشوف البروجكت هيمشي ازاي، البيم contract requirement، وبعد كده في المرحلة الثالثة definition، بنعمل supply chain، بنبدأ نشوف مين الناس اللي هيعملوا أجزاء معينة من الشغل، ونبدأ نشوف ايه اللي مطلوب منهم، ونعمل بيم اكسشن بلان معاهم، وبنعمل ال MIDB، نشوف التواريخ التسليمات اللي عاملة ازاي، البيم بروتوكول، التبادل المعلومات في المشروع هتبقى عاملة ازاي، ازاي هنتأكد من الشغل. كل ده قبل ما نبدأ مرحلة الديزاين. مرحلة الديزاين المرحلة الرابعة، بنبدأ بقى نشوف سباستيان رد علينا، فبنبدأ نشوف البيم اكسشن بلان بتاعتهم، ونبدا نشوف ايه الورق اللي احنا محتاجينه على اساس ان احنا نشتغل مظبوط، تمام. وبنبدا نعمل مراجعه واجتماعات عشان لو في اي مشاكل في التصميم. بعد كده في مرحله الكونستراكشن، بيبقى مهم بالنسبه لي ان انا اعمل ريفيو على الموديل، وكل شويه بنعمل اجتماعات على اساس نتاكد ان مفيش اي مشاكل خالص. الاجتماعات لو حضر 20-30 واحد بتبقى صعبه جدا، فلا لو في مشكله مع انا مثلا معماري وعندي مشكله تانية مع الكهروميكانيكال، ما استناش لحد الاجتماع، ده ممكن احلها معاه، تمام، ونشوف هتحل ازاي، وممكن اجتماع مصغر بينه وبينه، او ان احنا نتفق نتقابل في مكان معين ونتناقش فيها ونخلص منها، تمام، ونتاكد ان كل المعلومات متبادله زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص في تبادل المعلومات. في المرحله السادسه هاند اوفر، ببدا اتاكد ان انا بسلم المعلومات للشخص اللي هيدير المبنى، اس انفورميشن موديل وملف الكوبي، وان انا اديته كل حاجه بدون ما تبقى في حاجه ناقصه. في يعني معلومات كتيره بتضيع من مرحله الديزاين للبيلد ومرحله البيلد اند هاند اوفر، في معلومات كتيره بتضيع، في معلومات كتيره ما بنلاقيهاش، وده بيعمل مشكله. في مرحله الاوبريشن طول ما احنا شغالين، بعمل ابديت للاسيت انفورميشن موديل. هو ده شكل مثلا من الليفل اوف ديتيل. كل شويه بنقول مثلا التسليمه ديت هتبقى ال او دي 100، ال او دي 200، ال او دي 300. ممكن اقول له دي انا هسلمها لك طول المشروع ال او دي 100 في الجزئيه دي بالذات، في عنصر معين مش هينفع احط له تفاصيل اكتر لان هو مش مستاهل. يعني مثلا سبورت بتاع السيلينج مثلا، حاسس ان انا هاخد وقت كتير فيه وهيبقى تقيل جدا، ومش حاسس ان هو هيبقى مفيد في الموديل. ده على سبيل المثال، ممكن في مشروع تحط كل التفاصيل اللي انت عايزها. لاحظ هنا مثلا هنا في حاجات كتيره 400 وفي حاجات معموله 300، ده انا شايف ان هو مش مستاهل ان انا اقعد ازود تفاصيل فيه، تمام. فما دمنا متفقين مش مشكله، العقد شريعه المتعاقدين، تمام. فلو احنا متفقين على حاجه معينه، ممكن انا اقول له انا من المشروع دوت مثلا مش هعمل حاجه معينه. لو هو موافق وشايف انها فعلا ما تستاهلش، خلاص نشتغل بيها ومفيش اي مشكله خالص. ده مثال مثلا على الام بي دي تي موديل برودكشن اند ديليفري تيبل. بنبدا نشوف مثلا في المرحله الاولانيه مثلا هبدا اسلم لك كذا، في المرحله الثانيه انا سلمت كده الاثنين دول، فهدخل بقى في حاجات ثانيه، بنبدا نزود. مفيش حاجه ايه المفروض مفيش حاجه بتنقص، بالعكس كل مرحله بزود لك المعلومات اللي انت محتاجها بالشكل دوت. هنا ده ملف الكوبي، طول ما احنا شغالين بنبدا نزود معلومات. في مرحله سكيماتيك ديزاين ممكن تكون في معلومات مش موجوده عندي، زي مرحله زي ريسورس، زي كومبوننت، زي الاتريبيوت. في مرحله ديزاين ديفلوبمنت هبدا ازود كومبوننت، في مرحله الكونستراكشن اند دوكيومنتيشن هزود الاتريبيوت، في مرحله الكونستراكشن ببدا ازود ممكن في بعض الحاجات زي ريسورس، زي الجوب ناقصه ابدا ازودها.